وهذه الأوسمة يجد المسلم أثرها في الدنيا والآخرة. وما اجتمع قوم نكرة في سياق الإثبات تفيد أي قوم. لا يشترط أن يكونوا علماء ولا فقهاء ولا أغنياء، ولم يوصفوا بأي وصف. أي قوم كيفما كان جنسه ولونهم اجتمعوا في بيت من بيوت الله. والتقييد هنا ليس المقصود منه الحصر، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن الناس إنما يجتمعون غالبا على ذكر الله في بيوت الله. وإلا فالحديث يشمل الاجتماع على الذكر في المساجد وفي خارجها، لورود أدلة أخرى عند مسلم وغيره: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله، ولم يقيده بالمساجد. وفي رواية أخرى: لا يقعد قوم يذكرون الله، ولم يحدد مكان الاجتماع والجلوس. فالتقييد في الرواية الأولى ببيوت الله إنما خرج مخرج الغالب. فالذين حصروا هذا الحديث في من يجتمعون في المساجد فقط ضيقوا على الناس. والراجح أنه يعم أن يجتمع مع زوجته وأولاده على ذكر الله يدخل في هذا الحديث، من اجتمع مع أصدقائه وزملائه يدخل في هذا الحديث، الذين يجتمعون اليوم في هذا المجلس يدخلون في هذا الحديث. وإنما أضيفت المساجد إلى الله تشريفا لها وتعظيما لها، وإلا فالأرض كلها لله، هذا البيت بيت الله. وإنما خصت المساجد بهذه الإضافة تشريفا لها وتعظيما لها. ولا شك أن الاجتماع في المسجد أفضل، لأن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله مساجدها. فالاجتماع فيها والمكوث فيها والمصارعة إليها والذكر فيها والتسبيح فيها أجره أفضل من الذكر والقراءة في غيرها. وما اجتمع قوم ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر